مولاي هذا الخاين اللي حاول يغتال جلالتكم هرب يا مولاي، والشيء المؤسف انه هالملعون طلع واحد من الحرس الخاص تبعكم. مبين انه الخوان محاوطيني على طول لها سبب تحديدا. نحن لازم يا مولاي نرجع العاصمة، لانه واضح مين ما كان وراء محاولة الاغتيال الجباني هاي فعيونه على عرش الدولة. هالمرة ما رح ارحمهم ابدا. جهز كل شيء يا باشا لنرجع على العاصمة. بامر جلالتك يا مولاي. مراد باشا، كيفو درويش؟ عملنا اللي منقدر عليه يا مولاي، هلأ ما قدامنا غير ننطر. بدي اياك تعمل كل جهدك لحتى تنقذه. إن شاء الله يا مولاي. درويش مولاي، لسا كم مرة رح تنقذ لي حياتي برأيك؟ الظاهر هي حتكون آخر مرة يا مولاي. أنا حياتي فداكن. لا، مو آخر مرة، مو آخر مرة. من الوقت اللي وعيت فيه على الدنيا كنت أنت جنبي، ورح تكون جنبي على طول يا درويش. ما بسمح لك تتركني. انت رفيق عمري وكاتم أسراري، وما بستغني عنك. انت ممنوع تموت مولاي. فيك تطمن حيتحسن. مولاي، الخاين اللي حاول يغتالكن لقوه ميت. لو لقيتوه عايش كنت رح استغرب اصلا. سفينة جلالتك بتكون جاهزة، لازم نتحرك بسرعة. اي سفينة؟ رح نرجع على العاصمة يا نصوح. انت رح تبقى مع الجيش وانا ومراد باشا راجعين على العاصمة. خلينا نمشي يا باشا. وشو مشان درويش باشا؟ رح يرجع معنا على العاصمة. وضعه صعب وما فيني اتركه هون. نحن لازم نعمل شيء. إذا استلم الأمير مصطفى العرش حياتنا رح تتغير. طيب نحن شو فينا نعمل؟ فوتوا لجوا، يلا بسرعة. لازم نأخذ الأمير مصطفى منه ونبعده عنهم، وقتها ما بيضل عنده الأمير يسلموا العرش. صحيح، لازم نأخذ الأمير مصطفى ونخبيه لحتى يرجع مولانا السلطان. خلينا نروح نجيبه. سلطانة، موضوع الأمير بيضل مهمتي أنا، أنت خليكي هون وإياكي تطلعي قبل ما أرجع. حماية الأمة رح تكون مهمتك أنت يا سلطانة. مصيرنا بين إيديك يا ذو الفقار، ربنا يكون بعونك. أمين. سلطانة، إذا صار شيء وما رجعت للصبح هربي وروحي عتقية، الشيخ هادي رح يحميكن أكيد. يلا بأمان الله. Thank you.
شو؟ وين الأمراء لهلأ يا آغا؟ رجالك ليش لهلأ ما لقون؟ الباب مقفولة يا آغا، ما بيقدروا يهربوا أصلاً. من الآخر أنا بدي الأمير مصطفى. يا أما بتسلمني إياه، يا أما بتتشاهد على روحك. أولاً ما بعرف وين، ولو بعرف ما بحكي. إيه؟ تشاهد على روحك لكان. الله. قاسم وين يا ذوالفقار آغا؟ مو رحت أنت وياها لحتى تصادروا الخزينة تبعي؟ مولانا السلطان هلأ أو بعدين رح يدرى بهي الخيانة، وصدقيني بوقتها ما رح يضل حجر على حجر ولا راس فوق جسد أبداً. يا ريته بيقدر يرجع، بس المسكين عطاك عمره للأسف، لولا هيك ما احتلينا القصر ولا أخذنا عرشه. لا لا، الحكي مستحيل يكون صحيح. ما في شيء مستحيل، هاي الحقيقة يا ذوالفقار آغا. يعني بالنتيجة فيك تقول إنه قاسم خلاص انتهت، وسمو الأمير مصطفى من بكرة الصبح إذا الله راد بعد ما يطلع من الجناح الخاص رح يستلم عرشه فورا. طيب إذا هيك، وكان مولانا السلطان مات وانتقل لرحمة ربه، فالأمير مصطفى مو هو الوريث، الأمير عثمان هو الوريث الشرعي. بيقدر يستلم العرش بعد ما يكبر شوي، بس المشكلة إنه قاسم خطفته منا، وإذا بتقلنا وين مكانه رح نقدر وقتها نحمي بقية الأمراء. قاسم وين؟ ما بعرف. خدوه من وشي وضلوا عزبولة يعترف وين مخبية. سلطانة، انت شو جابك لهون؟ ليش طلعتي من الممر؟ قدرت تعرف وين مكان الأمير مصطفى؟ مخبينه بالجناح الخاص. دلبر، أنا جنبك مصطفى، لا تخاف، أنا ما رح أتركك، ما رح خليهم يأخذوك مني أبدا. تفضلي سلطانة. شو بدك انت وياه؟ اصحكي تقربي منا، نحن هون لنحمي الامير. مو بحاجتكن، انا بحمي لاخي. تعال معنا يا اميري، الامير محمد والامير عثمان معنا كمان. اوعك يا مصطفى لا تروح معن، هدول اعدائنا. ذوالفقار، انا مو عدوتك وبوعدك احميكن حتى لو كانت تمن حياتي. تعال. لا مصطفى لا تروح معه. وانت كمان تعالي معنا، يلا بسرعة. يا عربجي يلا جهز حالك، استعجلوا بسرعة بسرعة. ذوالفقار شكراً كتير. هذا واجبي سلطانة.
أنا ما بعرف قديش مزبوط الحكي اللي قالت السلطانة صفية. ليش شو قالت؟ إن مولانا مات وانتقل رحمة ربه. مستحيل يكون مات. أحمد ما مات. إن شاء الله إن شاء الله يا سلطانة، وأنا كمان هيك عمول. بس نحن لازم نتخبى لبين ما نعرف شو هي الحقيقة. يلا خلينا نستعجل. هاي العربية لمين؟ لحقوا هون قبل ما يمشوا. هدول هربانين من القصر. تعالوا يا رجال، انتوا من هون وانتوا من هون، يلا بسرعة. استعجلوا يا سلطانة، استعجلوا. يلا يا عربجي تحرك بسرعة. يلا يا رجال استعجلوا. أربوا لألكن يا خواني، تعالوا لعندي يا جبنة. حفيدي البطل القوي. لا تخاف حبيبي، أنا بدي روحي عند أمي. انسى أمك يا مصطفى، من هلأ أنا والدتك. وقت تطلع الشمس رح تكون على العرش، وأنا اللي رح أكون جنبك. ما بدي ضل هون، أنا بدي روح لعند أمي. لا تبكي مصطفى، الطفولة خلصت، أنت ما عدت أمير، أنت السلطان من اليوم. كلامي مفهوم هيك؟ بلبل، خلي الأمير بالجناح الخاص لبين ما تمر هالليلة. بتوصي الأغوات يحرسوه، وكرمال ينام مرتاح، بتسقوش يسخن. أمرك يا سلطانة. سمو الأمير. وأنا أمي، أنت شو ساويتوا له؟ والدتك بخير، وإن شاء الله بكرة الصبح رح تجي لعندك. شو هالتصرف يا أغوات؟ كيف بتهجموا على القصر بهالطريقة؟ كيف رح تبرروا هالشي لمولانا السلطان؟ ليش انتو ما عرفتوا؟ الله يرحمه ويحسن إليه، مولانا السلطان أحمد خان توفى بالحرب مع الأسف. الله يرحمه ويحسن الله إليه. الله يرحمه ويحسن إليه. سمو الأمير مصطفى رح يستلم العرش هلأ. بس بهالحالة أولاد مولانا المرحوم هنن الأولى بالعرش، هيك العادات. أولاده لساتن عم يرضعوا يا آغا، مو معقول يحكموا. ولا بدك يحكمنا السلطان لسه ما شبع الحليب؟ يا ريت لو يطلع الفجر بسرعة وتنتهي هالليلة الطويلة بقى.
بقي القليل يا سلطانة، والشمس رح تشرق على نصر كل كبير، وإن شاء الله رح ترجع لك القوة والسلطة اللي أخدوها من حضرتك. شو خطر على بالك يا بلبل؟ أكيد في سبب لهالابتسامة المفاجئة. سلطانة، كنت عم أقول لحالي لو فيكي تعملي مثل الملكة إليزابيث وحضرتك تستلمي عرش الدولة العليا، لأنه كتير لبقلكن. الله عليك يا بلبل. سلطانة، سلطانة قسم وذوالفقار آغا أخذوا الأمير مصطفى وهربوا من القصر. معقول؟ تقلبوا العاصمة حتى تلاقوه، رح تموتوا كلكن إذا ما رجع. قتلوا كل واحد بيواجهكن، أهم شي يرجع الأمير مصطفى صاخ سليم قبل الفجر. سلطانة، فرساننا قطعوا عليهم الطريق، بس مع هيك هنن قدروا يهربوا. الله يلعنك انت وهيك فرسان. قطعوا كل الطرق اللي بتوصل على المينا، دور عليهم بكل العاصمة، دور عليهم بكل حارة وشارع ودكان، وقبل طلوع الضو بدي اياه عندي. فهمان علي؟ امرك مولاتي. أعطونا الأمير مصطفى هلأ. سلطانة، سلطانة، أنا سمعت باللي صار، لهيك لازم أخذكن على مكان آمن بسرعة. سلطانة، فيك توثقي فيني. رح نبقى بدار الأمان لتهدى الأمور. أول مكان رح يخطر لهم الدار، ورح يقطعوا طريقنا قبل ما نوصل. أنا في عندي مكان غيره، وأكيد ما رح يخطر على بال حدا. أمي شوفي مين إجا لعنا. أهلا وسهلا يا سلطانة، نورتي بيتنا، تفضلي. حضرتك منيحة؟ رح صير منيحة إن شاء الله. هاي السلطانة الوالدة وهدول الأمراء الصغار، ورح نبقى فترة عندك بالبيت. أهلا وسهلا، بيتكم ومطرحكم، تفضلوا. سلطانة، بشكرك كتير على اللي عملته، ما رح انسى لك هالمعروف ابدا. استغفر الله، انا من واجبي احميكم واحمي الامراء. Thank you.
هذا الليمون بلد الليمون. ذو الفقار آغا، من الصبح وأنا عم دور عليك. الظاهر صار عندك علم باللي صار معنا، بس ما فهمت ليش عم تدور علي. السلطانة صفية اللي بعتتك. لا يا ذو الفقار آغا، السلطانة قسم. السلطانة قلت لي ايه هي وطلبت تدور عليك ولاقيك. يلا امشي خليني اخذك لعنده. جنات هيجة، مصطفى والأميرة مانن هون. قوموا يلا، خدي عني محمد. جنات شلون بتناموا؟ انتو شلون غفلتوا عنن؟ ما قلت لكم فتحوا عيونكم وانتبهوا لهم منيح؟ والله من تعبي ما حسيت وغفلت عيني يا سلطانة. كنتوا تناوبوا بالسهر. أنا بدي أبقى مع قسم. قسم بدك تنساها يا مصطفى، أنا عم سوي هالشي كرمال مصلحتك. امشي مصطفى. يا أخوات مصطفى ساعدونا، حياة أميركم مصطفى بخطر، لحقونا بسرعة. لقينا الأمير مصطفى يا رجال. أنا أشوف سلطانة دلبر، هي الخاينة اسمها قسم وهي خطفت الأمير من القصر. سكوها قبل ما تهرب. لا تقربوا مني، أنا السلطانة قسم زوجة السلطان أحمد خان. إذا حدا بيقرب مني بقطع راسكم كلكم. معناها البقية بحياتك يا سلطانة، لأنه مولانا السلطان أحمد خلص انتقل لرحمة ربه. هالحكي مو مزبوط، لا صدقوا يا أغوات. هالمجرمة ذنوبة ما بتنعد، هي خطفت الأمير عثمان والأمير محمد من القصر كمان، بعرف وين مخبيتهم. ما عاد تحكي ولا كلمة لشوف. انتي مو فاهمة شي من الموضوع. الأم والأمراء الصغار هون بهذا البيت.